بالنسبة معنا مسألة هذه الفكرة فك الارتباط هي جاءت عقب صدور المرسوم 20 مؤسس فداء. الجوهر الفكرة هو معناها نطالبوا بفصل ملف نتاع الشهداء وجرحى الثورة عن ملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية. بالنسبة لسؤالكم علاش نطالبوا بالفصل هذا، لأن المرسوم 20 هذا أول حاجة جاء في سياق أن تجاهل قانون عدد 26. قانون 26 هو القانون اللي تم معناها جاء في تنقيح بعد تنقيح 97، كان مرسوم 97 جاء القانون 26 اللي كما قلنا تم تنقيح فيه المرسوم 97. صدور هالمرسوم هذا 20 للأسف الشديد معناها قام بعملية جمع بين ملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية مع ملف ضحايا الثورة. نعتبر عملية الجمع هذه في مرسوم واحد في نص قانون واحد غير مقبولة، للاعتبارات أن ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الأمنيين، من الأمنيين نعرف أن هم ينتميوا للأجهزة الأمنية اللي هي متهمة في ملف شهداء وجرحى الثورة. احنا في السياق هذا معناها ما نجموش ننكروا معناها تضحيات معناها الأمنيين في علاقة بالاعتداءات الإرهابية، ولكن مش ممكن باش نجموا ما بين ضحايا الثورة وضحايا الاعتداءات الإرهابية. ونعتبروا هالمرسوم هذايا في سياق عملية الجمع هذية وكأني من أقفز على بحيرة الدم اللي تراكمت طيلة أيامات الثورة بعملية الجمع هذه. ولأن كذلك عملية الجمع هذه ما خذتش بعين اعتبار طبيعة الضحايا وسياقات التضحية، يعني أن ضحايا الاعتداءات الإرهابية هم موظفون يخدموا في الدولة استهدفهم الإرهاب وهم يقوموا بالواجب نتاعهم، في حين أن معناها شهداء وجرحى ثورة هم مواطنون عاديون خرجوا معناها ضد الظلم الموجود في الفترة ذيك من أجل التغيير وتخلص من النظام اللي كان جاثم على صدور الناس كل. تقريبا هذه هي الأسباب الرئيسية، ثم أسباب أخرى متعلقة بالجانب الحقوقي والجانب معناها جبر الضرر وكذا. والله هذا يرجعني للسبب الآخر اللي أنا حكيت عليه قبل ما نبدأ السؤال، هذا هو في علاقة بالفصل 37 هذا اللي هو معناها ألحق ظلم كبير برشا بالجرحى وأفراد من عائلات الشهداء وجرحى الثورة بحرمان منهم الأشخاص اللي يخدموا من حقهم في التعويض. يعني الحديث على الإنجازات المزعومة لمؤسس فداء في ظل هالفصل هذا، أنا في تقديري هو نجم نحطوه كان في خانة معناها التجمل قدام الرأي العام وإيهام من الرأي العام وكذلك الدوائر ربما المختصة في العدالة الانتقالية بأن السلطة معناها شرعت بالفعل معناها في تقديم معناها حقوق الناس هذه، وهذا راه فيه مغالطات كبيرة برشا. أنا في السياق هذا زيدا نحب نأكد، أنت سألتني على معناها النشاط نتاع المؤسس فداء، نحب نزيد أنا عندي ملاحظات على رئيس مؤسس فداء، يعني البروفيل نتاعه بالأساس، لأن أنا نعتقد أن رئيس مؤسس فداء تم انتقاؤه لإدارة المرحلة هذه في علاقة بملف. علاش نقول في الكلام هذا؟ لأن هو معناها التكوين تاعه هو جاي من المدرسة الوطنية الإدارة وعنده معناها خبرة إدارية كبيرة برشا، يعني جاي باش يحاول أن يحتوي كل محاولات ربما للضغط اللي احنا مرسو فيها تاعه. هذا معنى النشاط اللي أعلن عليه مؤخرا في علاقة بالأرقام وكذا، كما قلنا معنى محاولة ربما لإيهام الرأي العام أن الدولة مش متخلية على مسؤولياتها، بل بالعكس هي قاعدة تقوم بالمسؤوليات نتاعها. ثم كان ثم أنا أعتقد أن كان ثم نقمة على مسألة النقمة في علاقة مسألة التعويض في علاقة بطرف سياسي معين، وربما أيضا في علاقة بأداء معناها هيئة الحقيقة والكرامة. يعني القانون تاعنا هو كان يحكي على مسألة التعويض، في حين أن المرسوم 20 ويحكي على الإحاطة الاجتماعية. يعني اللي حبيت نقوله أن النقمة اللي كانت ربما في علاقة بالملف نتاع ضحايا العفو العام وضحايا الطرف سياسي معين ربما ألقت بظلالها على ملف شهداء وجرحى الثورة، هذاك علاش
معناها أفرغ من مضمون، معناها أفرغ من آلية، من أهم الآليات اللي هي جبر الضرر وتعويض الناس حقوقهم. والله نجم نعتبره نوع من التضخم. وعليش هالتضخم هذا؟ لأن للأسف الشديد ما كانش ثم إرادة معناها حقيقية باش أن الناس هذه تأخذ حقوقها. يعني ثم أطراف معناها متهمة ربما في الملف هذا في علاقة بالدولة العميقة، وثم ناس معناها خصوم الثورة هذه والأعداء نتاعها. معناها لأن القضية مش قضية حقوقية، ثم جانب اعتباري وثم جوانب أخرى في القضية. ذاك عليش المسار نتاع القضية هذه مر برشا تعثرات وبرشا مشاكل. اولا احنا الفكرة نتاعنا هي اساس قائمة على مسألة المراجعة، لان المرسوم 20 مش ممكن الطعن فيه بالرجوع للامر 117، لان المراسيم حسب الامر 117 اللي معناها تقبل معناها الطعن بالالغاء. احنا المدخل الوحيد اللي لقيناه هو ان يتم معناها مراجعة المرسوم هذا بفصل الملف نتاعنا، ملف ضحايا الاعتداءات الارهابية، وارجاع الملف الى الهيئة العامة اللي هي معناها أحدثت بأمر تابع رئيس الحكومة، وأن تختص معناها المؤسسة فداء بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية دون سواه. هذا تقريبا هذا هو الجوهر نتاع الفكرة نتاعنا. وبالنسبة لتفاعل النواب، ثم بعض النواب مشكورين بداوا في أنهم هم قاعدين يجتهدوا توا باش يحاولوا يقدموا المقترح القانون هذا، وإن شاء الله المقترح هذا نتاع القانون يمر بالمراحل نتاع التشريعية في علاقة بمجلس النواب ويرى النور إن شاء الله. هذا ما نتمنى إن شاء الله. والله ما احنا مسألة الأفق هذا نتاع المقترح نتاع القانون نتاعنا مش هذاك الهاجس نتاعنا، صدقني مش هذاك الهاجس نتاعنا. احنا عندنا مسؤولية تجاه القضية هذه بالدرجة الأولى. معناها لازمنا نقوم بواجبنا، لازمنا نتحمل مسؤولياتنا التاريخية في الملف هذا. كما قلنا هو في جانب حقوقي وجانب اعتباري. بالنسبة للنتائج كما قلنا، النتائج هذه معناها احنا مشينا مطالبين بها باش من نهار اخر التاريخ، مش باش تسألنا اش بيكم انتوما ما اثرتوش في النواب وما وصلتوش الحاجة اللي تحبوا عليها، وبالعكس باش تسألنا انتوما كيفاش تحملتوا مسؤولياتكم تجاه الملف هذا. ولا نرجع شوية لمسألة مجلس النواب وطبيعة مجلس النواب. صحيح هو ان القوانين راهو هي معناها نتاج العمل الأطراف السياسية، يعني هي مربوطة بالميزان القوة في الحياة السياسية. ماذا معناها من يملك القوة هو اللي يخلق قرار، هو اللي يخلق القوانين، وهو اللي ولكن احنا في ميزان القوة معناها مبدئيا توا نحسوا سياق اللي جاء فيه معناها مجلس النواب هو في سياق 25 جويلية، ونعتبروا ان السقف نتاعنا في علاقه بالمقترح هو سقف مرتفع. ولكن هذا كما قلنا ما يعنيش ان احنا نسلمه.